تحية لكم وين ما كنتم. موعدكم مع تاسع تريندينغ باي أريد مازال متواصل. البارتي الأولانية تنجموا تعودوا تتفرجوا فيها على الشين يوتيوب متاع قناة التاسع، على الباج فيسبوك متاع قناة التاسع، وعلى الباج فيسبوك متاع أريد تونس. التاسع تريندينغ باي أريد في البارتي الثانية متاعها باش تركز برشا على الانوفاسيون التونسية، انستغرام، تيك توك، فيسبوك وغيرهم من لي بلاتفورم اللي نستعملوهم بشكل يومي. هذا ما منعش انه يكون فما زاد بلاتفورم للتوانسة اسمها بيبلز. البلاتفورم هذايا نتعرفوا عليها اليوم بأكثر تفاصيل، بعد شوية تلقاو كل التفاصيل بالنسبة للريزو سوسيال التونسي هذايا. أما توا خلينا نعملوا وقفة مع أبرز ما فما بالنسبة لأخبار التكنولوجيا. مشاريع أبل على العديد من الوجهات في الأسابيع والأشهر الجاية. البارح مصادر قريبة من الشركة تأكد أن أبل قررت أن تطلق لليونات دو رياليتي أوغمونتي نظارات الواقع المعزز متاحة في جوان القادم. إذا كان الإطلاق باش يكون في جوان، فنستناو أن أبل باش تحكي بأكثر التفاصيل على الليونات هذوما، وخاصة مع لي ديفلوبور في WWDC World Wide Developer Conference اللي باش يتم الإعلان على دات متاحة الرسمية في الأيامات الجاية. شركة أبل اللي معاملة ياسر على لي بروجي متاحة فيما يخص الميكسد رياليتي، يظهر ياسر أنها باش تخير أنها تتوجه أكثر نحو الرياليتي أوغمونتي قبل ما تمشي في الرياليتي ميكسد. نذكركم أنه بالنسبة للمشروع متاع أبل فيما يخص الكاسك متاحة فما ثلاثة وجهات: رياليتي فيرتويل، رياليتي أوغمونتي، ورياليتي ميكست. الأخبار تقول أنه مبدئيا بش يكون الاقتصار على رياليتي أوغمونتي بالنسبة لللانسمون، في انتظار أنه أبل بعد ما تستي أكثر المارشي هذية بش تتوجه نحو تكنولوجيات أخرى. نجم يقولوا أنه الموضوع بالنسبة لللونات متاع رياليتي أوغمونتي متاع شركة أبل بش يمشي في طريق الحسم نحو الإطلاق في بداية السداسي الثاني من 2023، مع العلم أنه نفس المصادر اللي حكيت على الدات متاع جوان 2023 أكدت أنه البروتوتيب اللي بش يتم إطلاقه رسميا تم إعطاؤه للمسؤولين الكبار في شركة أبل للتجربة. هذا بالنسبة للموضوع الأولاني فيما يخص الرياليتي أوغمونتي لليونات كونكتي بالنسبة لشركة أبل. بعد بأشهر من جوان بش يجينا شهر سبتمبر ونستنيو أنو أبل بش تعلن على الايفون 15. الايفون 15 اللي خرجت من توا أخبار تأكد أنه دايناميك آيلند بش تكون موجودة في جميع أنواع الايفون 15، الأربع أنواع الايفون 15، 15 بلس، 15 برو و برو ماكس. لكن شنو جديد اللي بش يسجل حضوره لأول مرة في سمارت فون مع الايفون الجديد؟ حاجة جديدة هو أنه أبل باش تعمم التجربة متاحة اللي بدتها في أمريكا مع الايفون 14 على المستوى العالمي. غياب لومبلاسمون بالنسبة للكارت سيم فيزيك مع الايفون 15، أبل من المنتظر أنها باش تتخلى نهائيا على لومبلاسمون متاع الكارت سيم فيزيك، أي ما كنش باش تلقاو بقعة وين تحطوا الكارت سيم، بما أنه الايفون باش يعمل أكثر على الإي سيم. الإي سيم هي الكارت سيم فيرتويل واللي متاحة اليوم في تونس مثلا لمستعملي أريدو، اللي برشا من الناس اللي عندهم ديز ايفون مشاو نحو الكارت سيم فيرتويل الإي سيم. والطريقة سهلة، تجمو تتعرفوا عليها أكثر على أريدو.ان ولا إذا كنت تتوجهوا لأي بوتيك أريدو. من جهة أخرى نستناو أن أبل في 2024 باش تخدم أكثر على بروجي منذ سنوات طويلة ونحن نحكيو عليه، السيارة متاع شركة أبل. أبل البارح سجلت براءة اختراع فيما يخص الضوء متاع الكهرباء متاحة، ما يؤكد أنه البروجي متاحة بالنسبة للسيارة الكهربائية أو السيارة ذاتية القيادة هو بروجي مازال قائم الذات ومازال متواصل. نذكركم أنه في 2020 خرجت أخبار تقول أنه أبل من المنتظر أنها باش تعلن على السيارة متاحة في 2024 وأنه الاسم متاحة باش يكون iCar. من وقتها خرجت برشا أخبار زادة تحكي على تعاونات ما بين شركة أبل وشركات يابانية كيما ليكسوس ولا هوندا ولا تويوتا لإنتاج السيارة هذية. كل مرة خرجت أخبار إلا ما جينا أخبار من بعدها تقول أنه فما تعطل بالنسبة للصفقة هذية. أبل مازالت حتى في بالها السيارة متاحة، يمكن ياسر غياب شريك استراتيجي لتصنيع السيارة هذية يخلي الداتا متاع 2024 يحوم عليها الشك بالنسبة لإطلاق السيارة متاع شركة أبل. لكن نجم نقولوا أنه البروجي بالنسبة لكهرباء عند أبل مازال قائم الذات وبقوة. تويتر أعلن رسميا أنه الفيريفيكاسيون البادج الأزرق للناس اللي مش مشتركين في تويتر بلو بش يتنحى بصفة رسمية نهار 1 أفريل. خلال أيامات الناس اللي مش مشيوا لتويتر بلو مش يخلصوا الفلوس بش يتحصلوا على البادج الأزرق، بش يتم رفع البادج الأزرق اللي يتحصلوا عليه قبل عن طريق الفيريفيكاسيون القديمة متاع تويتر.
تويتر اللي أعلن على العديد من التغيرات، منها إنه الركومنداسيون بالنسبة للفور يو لونجلي جديد اللي شبه برشا التيك توك بستقتصر فقط زاد على المشتركين في تويتر بلو، نفس الشيء زاد المشتركين في السيرفيس بريميوم تاع تويتر هما فقط اللي بيشولي بإمكانهم إنهم يستعملوا لي سونداج. بالمناسبة إيلون ماسك اعترف وقال إنه القيمة اللي شرى بها تويتر هي قيمة كبيرة ياسر، 40 مليار دولار، في وقت إنه قيمة تويتر اليوم حسب إيلون ماسك هي 20 مليار دولار. الريزو سوسيال تونسي علاش لا؟ إذا كان التجارب اليوم متقدمة مع إنستغرام ولا تيك توك وغيرهم من البلاتفورم الأمريكية والعالمية، هذا ما يمنعش أنه اليوم برشا توانسة خموا في أنهم يعملوا البلاتفورم الخاصة بهم والمواجهة للتوانسة. اليوم نتعرفوا أكثر على بلاتفورم تونسية، الريزو سوسيال تونسي، منصة تواصل اجتماعي تونسية. هات نتعرفوا أكثر على بيبولز. الفكرة أو المبدأ من مساحات من الواقع اللي نعيش فيه هنا في تونس، من كديجان ما نجموش نواصلوا أراءنا حتى في وسط ماتش كورة، معناها نحب نقولوا للمدرب شنو رأينا في التشكيلة شنو، ما لقيتش وقتها الطريقة كيفاه. من بعد بدأت تطور بشوية بشوية مع العباد اللي جاوا معنا. بيبولز هي ريزو سوسيال، ماهوش جاي باش يعوض لي ريزو سوسيال اللي نعرفوهم اكتوالمون، داك فيسبوك، انستغرام، لينكدين، تويتر، ولا منهم حتى اللي ما نعرفوهمش. بيبولز تختلف من طريقه الاستعمال على خاطر مبنيه على التصويت وصبر الاراء. الهدف منها انها تجمع العباد في بلاصه اللي تكون ما فيهاش دي الجوريتم، مشكله الخوارزميات اللي موجوده توا اللي قاعده تحكم وتتحكم في اليوتيزاتور. هذا ما يمنعش زاد انه فما امراض نفسيه توجدت توا جراء هالمواقع هذوما، انه في المواقع هذوما قاعدين نشوفوا كان في ابداء الراي الايجابي فقط، معناها كيف نقولوا لي لايكس، ما نستناش في حاجه كونتر. صرت لي تخليني انا كمتلقي ناخذ فكره غلط على روحي والا على الموضوع اللي انا نحكي فيه، وانا كمشارك في باش نبدي راي ما نلقاش وين نبدي راي. حاليا وصل ل 3000 مستخدم اكثر يمكن، حتى في الاستعمال نتاعهم قاعدين يستعملوا فيها كوتيديانمون، ندخلوا حتى في الليل في ساعات متاخره من الليل ونلقاهم. اكثر حاجه تو مركزين عليها انها نوفروا لهم منصه ما فيهاش ديباغ، ما فيهاش ديلاغ، نحاولوا للماكسيموم نكونوا اجور مع لي شانجمون اللي قاعدين يصيروا ونحسنوا. انا اون تران توجور دوبتيميزي لابليكاسيون بور اون ميور يوتيليزاسيون. بالنسبة للموضوع السيكوريتي اكتوالمون، هي بيبولز اوبجيكتيفها باش تكون على منصة موجودة على البلوكشين، لكن في النسخة التجريبية اللي هي فيها توا موجودة على دي سيرفور سنتراليزي، واللي احنا نتحملوا مسؤولية حماية نتاعهم و اترافيغ دي اشاج اترافيغ سيكوريتي اللي قاعدين نحطها والليكيب اللي معايا. دونك المعطيات الشخصية حتى احنا ما عندناش اكسي لها حتى في الوقت الحالي، احنا اللي ماخذينها وما عندناش باش نبيعوها كيف ما في لي تيرمي كونديسيون اللي حاطينها. لا، ما زلنا ما حكيناش مع هيئة حماية المعطيات الشخصية، لكن احنا نستناو في اللحظة هذيك، وخاطر ما زلنا في حتى في بيبولز نطمحوا انه التطبيق تكون محمية بتقنية الكي واي سي اللي هي تخلي اليوتيزاتور الي اونيك وبيان ايدونتيفي، حاجة باش تعاوننا زاد احنا في الكريديبيليتي تاع لي فوت اللي موجودين في وسط الابليكاسيون. بيبولز كتطبيقة باش تعيش من الإشهارات، لكن لهنا الفرق بيناتنا احنا واللي ريزو سوسيو الاخرين الكل، على خاطر الإشهارات في بيبولز ما يقوموش على الماركتينغ ديجيتال اللي نعرفوه واللي ساير بيه تاو. الشركات مدعوين ياخذوا لي جوتون من عندنا احنا، لي جوتون هذوما ينجموا يستعملوهم باش يمونيتيزيو، اي سي سا لينوفاسيون، سي المونيتايزد ادفرتايزمنت، مش الديجيتال ماركتينغ اللي نعرفوه تاو. انه يجيو يحطوا لي جيتون هذوما في البول في السونداج، يوصل على كل عبد ياخو اي عبد باش يوصل له معناها السونداج هذاك باش ياخو بورسيون معينه كريورد. الريورد هذاك من بعد ينجم يستعملوا يشري من عند الشركه نفسها ولا شركه اخرى دي كوبون دي جو دي ديل دي زوفر اللي نجموا الشركات من بعد يعاودوا يريكولكتيو لي فون اللي استغلوهم في الماركتينغ هذاك. بيبولز باش تحمي المعطيات الشخصية عن طريق تكنولوجيا البلوكشين،
هذاك علاش في الفيرسيون تاعو اللي عندنا التجريبيه هذا البيتا مانيش حاطين البارتي نتاع المونيتيزاسيون اللي كنا نحكيو فيها. مي ان شاء الله باش نبداو بشويه بشويه مع لي زوتيزاتور نتطوروا لين نوصلوا نميغريو في بيبلز البلوكشين ووقتها باش يكون فيها الربح. حاليا الفيرسيون هذه موجوده عندنا وخدمنا عليها، لكن في مازال التونسي ما استنسش بالتقنيه هذه وتتطلب حاجات معينين تلك تكون عندك الوليت نتاعك باش تدخل على الويب 3. مازلنا قاعدين في الفيرسيون هذه في سنتراليزي بوغ تيستي وباش نسنسوا العباد معناها التوانسه خاصه في الحاجه هذه. تونس الصحراء كي تزرع فيها وردة تتشاف من بعيد، ألوك البرة غابة تزرع أي حاجة ما تنجمش تتشاف، وحتى فما الريسك تاع عبد يتعدى عليها ويمشي. لكن هدفنا العالمي مي من تونس، خاطر كيف ما نعرفوا التسويق خاصة جانب التسويق الإلكتروني اللي موجود في بيبولز باش يساهم، نمنوا أنه باش يساهم برشا في اقتصاد بلادنا، خاطر اليوم تونس قاعدة تخرج في برشا ديفيز أترافير الأدز هذايا بالشركات كسوا تونسية ولا غير تونسية. علاش ما ننفستيوش عنا هنايا في رواحنا والفلوس هذيك الديفيز اللي كان ماشي لبرا باش تولي تونس تستغلوا في الدويات في التطوير في أي حاجة تنجم تنفع البلاد. خطوة أولى وجريئة مع موقع تواصل اجتماعي طموح وعارف وين ماشي، وخاصة عارف على شنو باش يركز تقنيا استراتيجيا. يبدو أنه بيبول حاضرة، تبقى حقيقة المرشي هي العامل الأساسي لإنجاح المشروع هذا. شكرا لكم على حسن المتابعة. تسعة تريندينج باي أريدو خطت الاخر متاحة، موعدنا يجدد معكم إن شاء الله غدوة مع حلقة جديدة. بعد تقال الفترة عملوا علينا باش نجيبوا لكم أهم فما بالنسبة للسيريات اللي تجمو تتابعوهم في رمضان. إذا كان لقيتوش حاجة في التلفزة التونسية لا تجمو تعملوا علينا، خاطر ديما ركزوا على جديد بالنسبة للبلاتفورم دو ستريمينج اللي ولات عندها إنتاجات خاصة بشهر رمضان. هاكم تتابعوا شنو فما في الإنتاجات هذوما، ونحن زادا نجمو نعطيكم اقتراحات بالنسبة للدي بلاتفورم اللي متاحة لكم اليوم في تونس. تحية ليكيب كاملة ومحمد علي السويسي، نقول لكم سهرة طيبة على قناة التاسعة. في لمان عليا هربان صارت كلها تحديدك.